السلام عليكم مشاهدينا الكرام اليكم نشرة أخبار منتصف الليل من تونس والبداية بعناوين أبرز ما فيها. رئيس الدولة يؤكد أن من المهم تشكيل الحكومة ولكن من الضروري أيضا وضع تصور للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي. المؤسسة التربوية تفتح أبوابها اليوم الأربعاء لأكثر من مليوني تلميذ مع إلغاء نظام التدريس بالأفواج بعد تحسن الوضع الوبائي. تواصل غلق المعابر الحدوديه بالذهبه ونسج دير يعطل النشاط التجاري في الاتجاهين واهالي الجهه يطالبون بالتدخل لفتح الحدود. مثل الوضع السياسي في تونس محور المقابله التي جمعت الرئيس قيس سعيد بالعميدين الصادق بلعيد ومحمد الصالح بن عيسى والاستاذ امين محفوظ. لقاء تطرق خلاله رئيس الدوله الى عده مسائل دستوريه ومساله تشكيل الحكومه ووضع تصور للسياسه التي ستتبعها الحكومه المنتظره لخدمه الشعب التونسي خلال لقاء جمعه بثله من اساتذه القانون الدستوري في قصر قرطاج تطرق رئيس الجمهوريه قيس سعيد الى الوضع السياسي العام بالبلاد ومساله تشكيل الحكومه التي حسب تقديره تستحوذ على الحيز الاوفر من التجاذبات السياسيه دون الاخذ في الاعتبار خصوصيه المرحله والسياسه التي ستتبعها الحكومه المنتظره والرهانات الدستوريه المطروحه والتي من اوكد اولوياتها خدمه الشعب التونسي. أنه يمكن تشكيل الحكومة حتى يوم 26 جويل. ويوم 27 جويل هو مش قضية حكومة. يا قضية حكومة ولا قضية سياسة حكومة؟ مانيش في حيرة. مانيش في حيرة من الأمر. ولكن ثابت على المبدأ. لابد من حكومة. الحكومة تجي ولكن أعطينا شكون اللي هي السياسة اللي بتطبقها تطبقها الحكومة. باش تقعد تطبق السياسات اللي عملوها. معناها هي قضيتهم قضية الحكومة هو تو يتم في تسيير الدولة من قبل رئاسة الدولة حتى في قارورة أكسجين هذا هذا نص دستوري متاع. هي الدستور ما يتبدلش لا دستور عملنا دستور وحتى نكملوا المؤسسات الدستورية والمحكمة الدستورية وهم خايفين على المساق السرقة مجلس دستورية والاموال الموجوده في الخارج دستوريه هذيك ما مانيش في حيره من امري واضح الامر قدامي ولكن مانيش مش نمشي في الاختيارات متاعهم كما أكد رئيس الدولة خلال اللقاء أنه ليس من دعاة الفوضى والانقلاب مجددا التزامه باحترام الحرية والحقوق وثباته على المسار الذي رسمته إرادة شعبية واسعة كما اعتبر رئيس الدولة أن الإشارة إلى بعض التجاوزات الهدف منها هو الإساءة إلى رئيس الجمهورية في هذا الظرف الدقيق من تحمل المسؤولية لإنقاذ الدولة من دوائر الفساد كان نحن ما غيرناش بالسياسات شيل فايده؟ يندر حاشتنا بحكومه سهل ياسر معناها باش اليوم تنظيم الوقت ما موجود وعندي من النصوص ما لا يعرفون، شكون اللي تم منعه من السفر؟ يتم النظر في القضايا، كان عنده قضايا منشوره امام من المحكمه. تم منعه من السفر ويقول لك القضيه رقم كذا منشوره تحت المحكمه الابتدائيه تم منعه من السفر، ايه لا في خير من العباد الاخرين الكل يبدا قالوا السياسيين شكون من السياسيين اللي تم منحه بالنسبه للحقوق والحريات لا مساس انا بالحقوق والحريات بمعنى هذه اللي قالوا باش نسب الحقوق فم فما الناس تقول المفروض في الاقامه الجبريه يدوروا في دائره بتاع 60 كيلومتر الطريق واضحه هي الطريق اللي مشى فيها الشعب التونسي الشعب مشى ما دعاه فوضى لم نكن ابدا من دعاه الانقلابات وثم تعاملنا بمرونه مع الكبيره مع حتى الاشخاص اللي كانوا المفروض يكون تم ايداعهم السجن اليوم مرة, مرة أخرى اللي يتأكد الشعب التونسي أني في خدمة الشعب التونسي وعمري ما أنا مش بكون في خدمة الناس اللي اللي عبثوا بمقدرات الشعب التونسي. ولا للتعامل مع اللصوص ولا للتعامل مع العملاء خونه وخلال لقاء كذلك استظهر رئيس الدوله بوثيقه تاريخيه من صحيفه العمل ورد فيها تصريح للزعيم الراحل لحبيب بورقيبه يتحدث فيها عن الدستور بكونه قابلا للتطور بتطور الزمان كل شدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أمس الثلاثاء في كلمة توجه بها إلى المشاركين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الأممي أن الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وحقوق الإنسان والحرية العامة والفردية مضمونة في ومصانة ولاحظ الجرندي أنه لم يتم المساس بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير وحرية التنظم في تونس على غير ما يتم الترويج له من قبل بعض الأطراف حسب تعبيره من جهة أخرى اعتبر الجرندي في كلمته في إطار الحوار التفاعلي الذي انتظم أمس مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن تحديثها الشفهي المتعلق بحالة حقوق الإنسان حول العالم والمقدم إلى الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس المنعقدة خلال الفترة المتراوحة بين الثالث عشر من سبتمبر إلى الثامن من أكتوبر المقبل مشددا على أن تونس ستظل كما أراد لها شعبها أن تكون تجربة ديمقراطية ناجحة ورائدة إقليميا ودوليا وساحة دائمة للأمن والاستقرار والتنمية أعلنت رئاسة الجمهورية أنه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من اليوم الخامس عشر من سبتمبر 2021 بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك على النحو التالي أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحًا إلى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة، ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة، ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال، ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرًا إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة. تنطلق السنة الدراسية الجديدة اليوم الأربعاء الخامس عشر من سبتمبر ليلتحق أكثر من مليوني وخمسمائة ألف تلميذ وفاعل تربوي بستة ألاف ومائة وثلاثين مؤسسة تربوية وسط إجراءات تنظيمية اتخذتها وزارة التربية بالتعاون مع عديد الأطراف لتأمين عودة دراسية طبيعية وآمنة بعيدا عن مخاطر انتشار فيروس كورونا وأكد مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية بوزيد النصيري الثلاثاء حسن استعداد وزاره التربيه بالتعاون مع نقابات التعليم لضمان عوده طبيعيه للنظام المدرسي بعد الغاء نظام الافواج الذي كان له اثر سلبي على المكتسبات العلميه للتلاميذ في الموسم الماضي غير ان العوده الى مقاعد الدراسه تترافق مع بعض الاشكالات المتعلقه بنقص الكراس المدعم وفقدان بعض عناوين الكتب المدرسيه في المنستير لم تخلو المكتبات من الأولياء مرفوقين بأبنائهم يبحثون عن عنوان كتاب مدرسي أو أدوات أو لعلهم يظفرون بما تيسر من الكراس المدعم الغائب الأبرز أينما حللنا قضينا شوية شوية بالنسبة للأدوات موجودة الكتب زادة موجودة فما البعض نقص كراس كيف كيف يعني الكراس بالنسبة للكراس المدعمة ما فماش فما نقص في الكراس المدعم احنا نحاول نوفر لماكسيموم من هارت ليجي نهار لايف.

نعطي كراسة نورمال نوصيو المواطن باش يمشي للمكتبات لخاطر هي المكتبه المكان اللي فيه كل ضمانات سلامه المنتوج فما نقص في الكراس المدعمة اللي مش متوفر بكثره لكن نطلب احنا من المواطن الترشيد معناتها ما يكونش عنده لهفه خاطر كان كل مواطن ياخذ حاجياته من الكراس المدعمة وأغلبية الناس تتحصل على الكراس المراقبون الاقتصاديون حرصوا على مراقبه مسالك التوزيع والموزعون يقرون بنقص في الكراس المدعم الكراس المدرسي قاعد يدخل بالنسبة لنا احنا لدبواتنا معدل تقريب كل يومين تدخل كمية والكمية اللي تدخل بالنسبة لنا يتم توزيعها على الحرفاء حسب الحجم الحريف كل حريف وسنين ربما المقدرة مقدرة البيع متاعه حيث المتوفر اما مش بالكيفيه المطلوبه. فجر صباح اليوم الساعه السادسه صباحا قمنا بحجز بالسوق الاسبوعي بقصر هلال ما يقارب على 700 كراس يتباعوا في السوق الاسبوعي قاعدين نراقبوا في جميع المكاتب بالتفصيل. المراقبه تشمل زوز حوايج اول حاجه هي شفافيه المعاملات التجاريه. مصدر الادوات المدرسيه هذه والفوتره وهوامش الربح وثاني حاجه هي جوده المنتجات وفي قطاع التفصيل راقبوا امكانيه قيام بعض التجار باخفاء بضاعه خاصه في الكراس المدعم ليشهد نقص <applause> الكتاب المدرسي سجل وجودا متفاوتا في بعض العناوين ورئيس المركز البيداغوجي فرع المنستير يؤكد على توفير كل العناوين بالكميات المطلوبة بداية من الغد من اول ما بدينا سيزون هذه امبارح اول نهار توجد كتاب قراءه سنه اولى وسورتو الكتب تاع السكوندير والثانوي هذوك فيهم نقص المركز البيداغوجي يعمل على على توفير الكتب في قبل 15 سبتمبر تبقينا بقي القراءه سنه اولى توفر بكمية معناها متفاوتة واليوم ما تكمل كمية كاملة بحول الله معناها من الغدوة يولي كل كتبي ياخذ الكمية نتاعو كاملة اختلفت المعروضات من الأدوات المدرسية واكتفى الولي بالضروريات منها رفقا بمحفظة نقوده يكفي فقط أن تكلل سنة دراسية جديدة بالنجاح مواصله الالتزام بالاجراءات الوقائيه وضروره ان يكون كل المتدخلين في العمليه التربويه قد تلقوا التلقيح مع اهميه توفير وسائل التعقيم بمختلف المدارس كلها توصيات من المختصين لانجاح موسم دراسي يرفع تحدي التوقي من فيروس كورونا دون اعتماد نظام الافواج سنة مدرسية جديدة دون اعتماد نظام الأفواج عودة إلى مقاعد الدرس بطاقة استيعاب قصوى قد تشهد معها بعض المدارس اكتظاظا وبين مجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا وعودة مدرسية عادية معادلة صعبة في ظرف صحي استثنائي الصغير عادة يأخذ العدوى بالفيروس هذا في إطار العائلة دونك نحثوا الأولياء أنهم هما بدهم يلقحوا باش يحميوا أولادهم باش ما في الإطار العائلي ديجا هما يلقحوا كيف كيف نحث المربي باش هما يلقحوا شكون المربين المعلمين الاساتذه الاطار الاداري العمله لكل من عنده تدخل في في عمليه تربويه واكدت رئيسه قسم الاطفال بمستشفى البشير حمزه اهميه الالتزام بالاجراءات الوقائيه وخاصه منها التهوئه المستمره توقيا من انتشار العدوى تقع التهوئه باش ما تحصلش الفيروس اذا كان فما امكانيه نتاع شخص مصاب ما يعديش الاطفال اللي معاه حاجه اخرى آه يلزم الاطار التربوي الكل يلتزم بحمل الكمامه حاجه هامه برشا وما مش في رقبته ومش منحيه ومش مره يحط مره يجيب يتكلم ينحيها بالعكس كي يجي يتكلم يلزم, يلزم ديما حملها ما ينحيهاش كي يبدأ في الدرس كيف كيف الاطفال اللي اكثر اعمارهم ست سنين ينجموا نعلموهم ويلزمنا نعلموهم كيفاش يلبسوا الكمامه؟ كما اشارت محدثتنا الى اهميه تامين وسائل التعقيم وتوفير الماء خاصه بالمدارس التي تشهد انقطاعات متواصله او غيابا كليا للمياه. ثم بعض المدارس للاسف ما عندها اشكاليات في توفير الماء اصلا. دونك لا او في الحالات هذه تبدا فما جيل متوفر في الاماكن الكل، الاولياء زاد ينجموا يساهموا يعطيو الجال صغيرهم كي يمشي يقرا يبدا عنده جال يوفروا له الجيل هذه. في دي. ودعت محدثتنا إلى أهمية تنظيم حصص توعوية بهدف مزيد نشر الثقافة الصحية والتحذير من مخاطر الجائحة أعلن المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي الليبي صابر بوغيرا مساء الثلاثاء أنه من المنتظر أن يعقد اليوم الأربعاء بالمعبر الحدودي راس جدير جردان من ولاية مدنين اجتماع تونسي ليبي حول إعادة فتح الحدود البرية والجوية بين البلدين وسيجمع اللقاء مسؤولين عن وزارتي الداخلية والصحة التونسيتين بنظرائهم الليبي هذا وتستمر تداعيات غلق المعابر الحدودية بالذهبة ورس مع ليبيا على مختلف الأنشطة الحياتية في معتمديات الولايات الحدودية التونسية والليبية حيث ينادي أهالي هذه المناطق بالتسريع في رفع قرار الغلق في معتمديات بنجردان وذهبه ورماده وغيرها من معتمديات الولايات الحدوديه الجنوبيه التونسيه تستمر تداعيات غلق المعابر بذهبه وراسجدير مع ليبيا على مختلف اوجه الحياه اليوميه على هذه المناطق الحدوديه التونسيه والليبيه على حد السواء مدين تطاوين جابس على علاقه مباشره بانشطتها التجاريه وانشطتها اليوميه بالمعبر يضاف الى الى هذا النقص الفادح بل الغياب التام للمشاريع ذات الطاقه التشغيليه الكبرى في الجهه ولضعف العمل في القطاع الفلاحي بناء عليه تولد نسبه البطاله في هذه الجهه متفاقمه بشكل فظيع زد عليه غلق المعبر الحدود الليبيه هي مورد رزقنا الاول والاخير في ولايه تطاوين وحتى الجنوب الشرقي كل كيما نشوفوا يعني من نهار سكروا الحدود اه تعطلت الحركه وتعطل مستوى المعيشه والناس الكل تشكى سواء تجار سواء اي شخص في الجنوب الشرقي بوابه ذهيب ذهب راس جدير متنفس كبير لأهالي الجهه اه تمثل معناها شريان اقتصادي لعده مواطنين هنا اليوم معناها نطالبوا معناها السلطة أنها تسعى في حل المعابر الزوز تداعيات الغلق في حال استمرارها لفترة قادمة ينتظر أن تنعكس سلبا أيضا على تصدير المنتجات الفلاحية ولا الموسمية منها إنتاج مادة الرمان في واحات ولاية يابس لأهمية السوق الليبية لتصدير هذه المنتجات التونسية لجودتها وإقبال المستهلكين الليبيين على اقتنائها الجزائر مسكر عملوا سكر سنين مسكر ليبيا مسكرة وحني جونا حتى على التخدير ما زلنا مش مخضرين من خضروا فيه ما تعرفوش ما نعرفوش من يعني عملوا وعديناها جماعه تقفصوا جماعه شويه خضرنا شوي شوي الله ربي يسهل ماذا الحدود تتحل ما كانش اللي صار فينا ان شاء الله ما عادش يصير كما عملوا ما لقيناش وين نروجوها والله فلاحق سر مثلا ماش زاد ان شاء الله ربي يساك ولما كان غلق الحدود لاسباب صحيه بحته ومع تحسن مؤشرات الاوضاع الوبائيه بتونس وليبيا تعددت في الاونه الاخيره الجلسات لاعاده فتح الحدود في اقرب الاوقات بدأ حكام غيني العسكريون الجدد مشاورات مع القادة السياسيين والدينيين ورجال الأعمال أمس الثلاثاء قالوا انها ستؤدي الى تشكيل حكومه انتقاليه في عقب الانقلاب الذي اطاح بالرئيس الفا كوندي في الخامس من سبتمبر الجاري. وفي خطاب قصير قال زعيم الانقلاب مامادي دومبويا قائد القوات الخاصه والجندي السابق في الفيلق الفرنسي الخارجي ان الحوار الذي يستمر اسبوعا والذي بدا باجتماع مع رؤساء الاحزاب السياسيه الرئيسيه الثلاثاء سيضع اطارا لحكومه الوحده الوطنيه المنتظره. ومن المتوقع أن تحدد المحادثات الفترة الإنتقالية والإصلاحات السياسية والمؤسساتية اللازمة قبل الإنتخابات ومن سيقود العملية الإنتقالية. أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الثلاثاء أن المجموعة الأوروبية ليس أمامها خيار سوى التحاور مع حكام أفغانستان الجدد من حركة طالبان. وأن بروكسل ستحاول التنسيق مع حكومة الدول الأعضاء لتنظيم وجود دبلوماسي في كابول وحدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي شروطا لمعاودة المساعدات الإنسانية والعلاقات الدبلوماسية مع طالبان التي سيطرت على أفغانستان يوم الخامس عشر من أوت المنقضي منها احترام حقوق الإنسان ولسيما حقوق المرأة في الأثناء دعا القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني المانحين الدوليين إلى استئناف المساعدات مع سعي حكومة حركة طالبان إلى تعزيز مالية الدولة طالبا من المجتمع الدولي عدم تسييس المساعدات التي يقدمها والآن إلى أخبار الرياضة حيث توج المنتخب الوطني للكرة الطائرة بلقب النسخة الثالثة والعشرين من بطولة إفريقيا التي اختتمت أمس بكيغا عاصمة رواندا بعد الفوز على منتخب الكاميرون في المباراه النهائيه التي جمعتهم عشيه الثلاثاء بثلاثه اشواط لشوط واحد ليحتفظ المنتخب التونسي باللقب القاري وليضيف الى سجله اللقب الحادي عشر. بهذا اذا نصل الى نهايه النشره واذكركم بعناوين ابرز ما جاء فيها. رئيس الدولة يؤكد أنه من المهم تشكيل الحكومة ولكن من الضروري أيضا وضع تصور للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي المؤسسة التربوية تفتح أبوابها اليوم الأربعاء لأكثر من مليوني تلميذ مع إلغاء نظام التدريس بالأفواج بعد تحسن الوضع الوبائي تواصل غلق المعابر الحدودية بالذهبة دير يعطل النشاط التجاري في الاتجاهين وأهالي الجهة يطالبون بالتدخل لفتح الحدود شكرا لكم على المتابعة في الله